السلام عليكم يوسف قاش، مدير دار الشباب بالجاط، خريج معهد ملكي تكوين الاطور، وكذلك خريج المدرسه العليا للاساتذه بفاس. كما كتعرفوا ايمانا منا بالدور الطلائع اللي كتقوم به مؤسسه دار الشباب كمؤسسه للتنشئه الاجتماعيه هادفه الى تلقين مجموعه من القيم وكذلك مجموعه من الادوار وانفتاح على العالم الخارجي خاصه بالنسبه للاطفال والشباب، هنا كان عندنا موعد مع نادي المسرح والتنشيط في واحد الامسيه تربويه تحمل الطبع الرمضاني عليها من خلال مسابقات دينيه وكذلك انشطه ثقافيه من المسرح ورقص تعكس ثقافه المجتمع المجاطي او تعكس تقاليد المجتمع المجاطي، وهذا هو الدور اللي كنحاولوا اننا نستهدفوه ان شاء الله، وكذلك من خلال ما تقوم به دار الشباب من ابداعات وانامل اطفالها، وكنتمنوا الاستمراريه ان شاء الله بهذه الوتيره وانفتاح كذلك على مؤسسات خارجيه، فدار الشباب مفتوحه في وجه الجميع، ومرحبا بكم كاملين.